راه ملي كنت دير الاولاد دير 10000 درهم في التلفزه راه هي اللي باش كنت غنطلع انا سبليون هذاك الويكاند. اذا هذه المساله اللي كنتمناو سمحوا لينا خارج على الموضوع زعما تكون لقاو فيها شي حل حيت كاينين الناس ابار الناس اللي غادي يمشيو مثلا لبرا اللي غيفوجوا ولا هذا راه كاينين الناس اللي وليداتهم مرض وكيطلبوا لهم مثلا بحال هكا المسائل هادو كاينين الناس اللي كيبغيو يشوفوا الاهل ديالهم دونك هاد النقطه هادي كنتمنى توصل الرساله وشكرا. كاين مشكل اخويا الرونديفو ديال الفيزا ما كاينش بزاف ديال المغاربه كيعانيو من هاد المساله بالنسبه للدراري اللي كيقراو على برا وهذا كنتمنى يعني يلقاو شي حل لهاد المشكل هذا وخليو الناس تمشي تخدم وتقلب على راسها. دابا الثمن باش غتاخذ مثلا داك الرونديفو هو الثمن باهظ هو الثمن باش غدوز يعني سيمانه هنايا في البلاد وداك الشيء كتاجل هادشي اللي كاين. حاولوا يعني تلقاو شي حل شي حاجه سلسه باش الناس راه كاينين الناس وليداتهم باغيين يشوفوهم على برا كاينين الناس عندهم وليداتهم مراد باغيين يدوهم على برا كاين اللي باغي يجي كاين اللي باغي يمشي دونك نحاولوا نلقاو شي مساله في هذه.